السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعالمية والعراقية أيضا، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة البصائر العراقية ومقال للكاتب جهاد بشير تحت عنوان حكومة الاحتلال التاسعة بين أزمة التشكيل ومآلات الفشل. إن الظروف المحيطة بتشكيل حكومة الاحتلال التاسعة في العراق يمكن وصفها دون تحفظ بالفضيحة التي تعزز حالة الفساد السياسي المؤدي بالضرورة إلى الفشل التام والمطبق على واقع المشهد العراقي، إذ إن صناع العملية السياسية من فكوا ينادون بالديمقراطية ويحرضون الناس على المشاركة في الانتخابات التي يصدرونها على أنها مخرج آمن في كل مرحلة عسيرة مرت بالبلد، سرعان ما ألقوا بديمقراطيتهم وراء ظهورهم لا يلمون على شيء، وهم يصادقون على تسمية الكتلة الخاسرة بأنها الأكبر والأولى بتشكيل الحكومة، والمعني بذلك الإطار التنسيقي وميليشياته المرتبطة بإيران، في الوقت الذي أنتجت هذه الحركة وصمة عار على الكتلة التي منحت سابقا من بعد الانتخابات لقب الفائزة، والمعني بها التيار الصدري بصرفها تدريجيا عن المشهد وركلها إلى ساحة خلفية منه ستجد فيها بلا شك سبيلا للحصول على مكاسب ضمن نطاق المحاصصة. لن يكون لحكومة الاحتلال التاسعة شأن مختلف في شيء عن سابقاتها، فلن تجد للأزمات حلولا، ولن تستطيع أن تحول دون استشراء الفساد بوصفه سمة أساسية في نظام لا تنفك عنه حالة الفوضى، وعلى فرض تشكيل الحكومة كاملة وهي فرضية لا تبدو أنها قابلة للتحقق، فإن الصراع السياسي والخلافات التي وصلت حد الاقتتال ستبقى شاخصة في المشهد، إذ لا توجد وسائل أو أسباب تمنع ذلك البقاء. ولعل في فضيحة سرقة أموال الضرائب التي اختير لها ظهور في الوقت نفسه الذي سمي فيه رئيس الجمهورية وكلف فيه رئيس الوزراء براعة استهلال تخبر عن شكل المشهد القادم، يرقب العراقيون مشهدا ذا فصول فوضوية جديدة، ورغم أنهم أبعدوا ما يكونون عنه بسبب مقاطعتهم الانتخابات بنسبة هي الأكثر على مدى 20 سنة، وانعدام دورهم في تكوين حكومة جديدة في اسمها قديمة في شكلها، فإنهم معرضون إلى نوع آخر من الاضطهاد الذي يدفعون في ظله أثمانا أخرى باهظة ومكلفة، وليس من سبيل لتجنب هذا المسار إلا باستباق الأحداث ومحاولة التقدم خطوة على أحزاب السلطة وميليشيات العملية السياسية بتنمية الحراك الجماهيري وإعادة إيقاد شعلة الثورة التي لا يجب أن تتوقف أو تنتهي إلا باجتثاث النظام. حول المحاصصة وتدوير نفس وجوه العملية السياسية في العراق، كتب داود الفرحان مقالا في صحيفة الشرق الأوسط جاء فيه: أخيرا تسلم من تسلم في بغداد كراسي رئاسة الجمهورية الأكراد ورئاسة الوزراء الشيعة ورئاسة مجلس النواب السنة، والثلاثة لا يمثلون أحدا في هذه المناصب سوى الفوضى التي تعمي العيون وموالاة النظام الإيراني. ما الذي قبضه مقتدى الصدر من أغلبيته البرلمانية المصدومة بقراراته المرتجلة والمتضاربة والمفاجئة والغامضة مثل تقلبات الطقس في الخريف الماضي إلى الخريف الحالي؟ هل سمعتم في تاريخ برلمانات العالم كلها أن حزبا أو تيارا أو تكتلا يتصدر أكثرية نواب المجلس يعلن في ساعة خارج الزمن استقالات جماعية وسحب جميع نوابه وأنصاره من داخل البرلمان وخارجه، كما فعل النواب الصدريون حاملين سلال البيض وسندويتشات الفلافل بلا تفسير أو تبرير أو فلسفة أو حتى فتوى؟
بعودة حزب الدعوة إلى الواجهة السياسية الرسمية العراقية مع الحشد الشعبي وميليشيات العامري والخزعلي والخرساني وأكثر من 30 ميليشيا تابعة لفيلق القدس الإيراني، يكون العراق قد عاد إلى نقطة الصفر، بل تحت الصفر، لانعدام أي درجة من المعارضة. وذهبت لافتات لا شرقية ولا غربية التي كان يرفعها أنصار مقتدى إلى المنازل لتتحول إلى ستائر وأغلفة وسائد النوم، كما اعتاد القرويون العراقيون الذين يبدعون في إعادة استخدام لافتات المظاهرات والانتخابات ليناموا على أحلامها في صيفنا اللاهب وشتائنا الزمهرير وحمصنا المفقود. طهران هي المنتصر الأكبر في العراق بتعيين محمد الشيع السوداني من حزب الدعوة رئيسا للوزراء، بعد أن غطس ملالي خامنئي في مستنقع الاحتجاجات الشعبية طوال الأسابيع الأخيرة. لقد قدم مقتدى الصدر أعظم هدية للنظام الإيراني في محنته الحالية بالانسحاب من مجلس النواب وانفراد الإطار التنسيقي ونور المالكي بالسلطة في مجلس الوزراء والبرلمان بحماية الحشد الشعبي والميليشيات العراقية التابعة لفيلق القدس. وإلى موقع كتابات ومقال للكاتب إبراهيم الزبيدي تحت عنوان إيران تستعين على انتفاضة شعبها بالعراق. يعاني النظام الإيراني داخليا من مخاطر انتفاضة شعبية لا تشبه أي من سابقاتها، فخارجيا من عداوات وصراعات وتحديات تستنفذ كما هائلا من قدراته السياسية والاقتصادية والأمنية، وتجعل حياته شقية في الداخل والخارج إلى أبعد الحدود. وتؤكد أنباء الانتفاضة الشعبية المتصاعدة أن النظام المطبوع على العنف والشدة والهمجية في قمع شعبه متردد وخائف، فإن استخدام العنف المفرط كما فعل بشار الأسد بأطفال درعا عام 2011 قد يزيد الثورة قوة وانتشارا ويصبح مضطرا لقتل الآلاف ومواجهة رأي عام دولي لا يرحم في زمن غير زمن بشار وفي ظروف إقليمية ودولية غير الظروف التي أعانت ديكتاتورة سوريا على قتل الشعب السوري. ولأول مرة يوجه المرشد الأعلى سؤالا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لماذا تتآمر علينا؟ تماما كما سأل الشاه محمد رضا بهلوي الرئيس الأمريكي كارتر، لماذا تتآمر علينا؟ ثم سقط. هذا ما جعل النظام الإيراني يتحرك لترضية أمريكا وإسرائيل، فقد قرر اتخاذ القيام بثلاث محاولات. أولاً، أمر صنيعته حسن نصر الله بأن ينسى المقاومة والممانعة ومحو إسرائيل ويبارك التطبيع مع إسرائيل ويوافق على الاعتراف بترسيم الحدود. ثانياً، أمر وكلاءه العراقيين بضخ مليون برميل من نفط العراق خارج نظام الحصص ونكاية بالسعودية التي خفضت الإنتاج وانتهازية للتقرب زلفى من الأمريكان، ولحمل الإسرائيليين على إيقاف ضرباتهم السرية والعلنية لمواقع عسكرية حيوية في الداخل ومعسكرات وميليشيات في سوريا في هذا الوقت العصيب بشكل خاص. وثالثاً، توقف الحرس الثوري عن قصف أربيل ثم منع من اتهام مسعود البرزاني بالعمالة للموساد، ونصحهم بمنحه كل ما يريد حتى لو كان سابقاً من المحرمات ثمناً لعودته إلى التحالف معهم من جديد. وقد جاءت الإنجازات الثلاثة بنتائجها الباهرة سريعة ودفعة واحدة، ففجأة وافقت أمريكا والأمم المتحدة على إزاحة برهم صالح لإرضاء مسعود، وسهلت عملية انتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء جديد وإنهاء حالة الانسداد الذي دام سنة تامة في 24 ساعة بسحر ساحر عليم وخبير. كتب بروس ستوكس الباحث في صندوق مارشال الألماني مقالة في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تناولت واقع الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع قيادتها العالمية وصورتها الديمقراطية عالمياً.
وقال الكاتب إن القيادة الأمريكية العالمية تواجه أزمة لا تتعلق بالحيوية الاقتصادية أو البراعة الدبلوماسية أو القوة العسكرية، ولكن بالشرعية. ففي جميع أنحاء العالم تظهر استطلاعات الرأي والمقابلات أن الجماهير والنخب في البلدان التي تعتبر نفسها حليفة للولايات المتحدة لديها شكوك حول حالة الديمقراطية الأمريكية واتجاهها، فهم لم يعودوا يرون أنها أنموذج، وهم قلقون بشأن ما إذا كان النظام السياسي الأمريكي لا يزال بإمكانه تحقيق نتائج جديرة بالثقة. وأضاف الكاتب أن هذه المشاعر تثير القلق، وقال إنه إذا لم يعد بإمكان الناس في جميع أنحاء العالم الاعتماد على الديمقراطية الأمريكية لتكون مثالاً يحتذى به وللقيام بعمل أمريكي حاسم بشأن التحديات المشتركة، فستفقد واشنطن سلطتها الأخلاقية على القيادة العالمية. يشعر الأمريكيون بفقدانهم لمكانتهم، فعلى مدى العقدين الماضيين اعتقد نحو ثلثي الأمريكيين أن الولايات المتحدة أقل احتراماً على المستوى الدولي مما كانت عليه في الماضي، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث. ومن المرجح أن يتدهور هذا الاحترام أكثر، وفي حين أن متوسط 61% من الجمهور في 13 دولة عبر الأطلسي تم استطلاعه في عام 2022 من قبل صندوق مارشال الألماني يعتقد أن الولايات المتحدة هي اللاعب الأكثر نفوذاً في الشؤون العالمية اليوم، إلا أن 35% فقط يتوقعون أن تكون الأكثر نفوذاً في 5 سنوات. قلة من الناس حول العالم يبدون الكثير من الإيمان بالديمقراطية الأمريكية، فوفقا لمسح أجراه مركز بيو على 16 دولة في عام 2021 ذكر 57% في المتوسط أن الديمقراطية الأمريكية كانت مثالا جيدا، لكنها لم تكن كذلك في السنوات الأخيرة. ويشعر الجمهور في البلدان الأكثر تحالفا مع الولايات المتحدة بأنه أقل تفاؤلا بشأن ديمقراطية أمريكا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً للصحفي نيل فاركور قال فيه إن التحالف الروسي الإيراني بني على عداء الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن نظامين الدكتاتوريين في موسكو وطهران يشتركان في ملامح العزلة الدولية ويعانيان من أزمة داخلية ويخوضان حرباً مع الغرب. وأضاف أن المسيرات الإيرانية التي سقطت بقنابلها على العاصمة الأوكرانية كييف قدمت دليلاً واضحاً عن تحول طهران إلى حليف نادر للكرملين تقدم له الدعم الدولي والعسكري الذي تفتقده موسكو بشدة. وتأتي العلاقة رغم غياب الحب العميق بين روسيا المنبوذ الدولي الجديد بسبب ضربها دولة أخرى، وبين إيران التي تعتبر ولعقود الأمة الأكثر عزلة في العالم، لكن البلدين اللذين يئنان من وطأة العقوبات الغربية يشتركان في الرأي بأن الولايات المتحدة هي العدو وتمثل تهديداً على السلطة في البلدين.
يعاني البلدان من أزمة خطيرة، فالنظام الإيراني يكافح من أجل قمع تظاهرات شوارع تمثل أكبر تهديد للنظام منذ عقود. أما روسيا فتحاول إدارة الغضب والمعارضات الناجمة عن ترنح الجهود الحربية وقرار التجنيد الذي لم يحظى بشعبية. إن بروز تحالف روسي إيراني يترك تداعيات دولية، الأهم منها هي خفوت الآمال بشأن حل قريب للملف النووي الإيراني، ويزيد من الضغوط على إسرائيل عدوة طهران للوقوف مع أوكرانيا في الحرب. وشهدت السنوات الماضية نمواً مضطرداً للعلاقات بين روسيا وإيران، وكانت سوريا مثالاً واضحاً عن التعاون بينهما لإضعاف القوة الأمريكية ومكانتها. وتوفر أوكرانيا فرصة مماثلة، ولكن على قاعدة واسعة وواضحة. ويقول المحللون الغربيون إن روسيا تعاني من نقص في الأسلحة الموجهة بدقة وصواريخ كروز، ونتيجة لذلك فقد أصبحت الدولة العظمى تشتري السلاح من الدول الصغيرة كإيران وكوريا الشمالية، وانعكست الأدوار، وتحمل المسيرات ذخيرة قليلة وأقل من الصواريخ، مما يجعل من السهل إسقاطها ولكنها رخيصة. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. اجتاحت عاصفة رملية مخيما للنازحين في مخيم سهل البنات في الرقة السورية، ويعيش النازحون أوضاعا صعبة نتيجة الظروف الجوية المتقلبة على مدار السنة. ويسكن اللاجئون في خيام متنقلة لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء، مما دفع البعض إلى بناء أكواخ طينية أكثر مقاومة لعوامل الطبيعة. ونشأ هذا المخيم العشوائي نهاية عام 2015 للاجئين السوريين الذين فروا من مناطق الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقية. بينما يزيد الحصار المفروض منذ العام 2007 من نسب البطالة والفقر في قطاع غزة، نجح الفلسطيني أكرم العمور في ابتكار حرفة توفر له مصدر دخل، وفي الوقت ذاته تقدم خدمة كبيرة للبيئة. وداخل ورشته في مدينة خان يونس جنوب القطاع، يعمل العمور رفقة 7 عاملين يوميا في تحويل النفايات الورقية إلى كراتين ورق مقوى مخصصة لجمع بيض الدجاج. وجاءت فكرة إعادة تدوير النفايات الورقية كون منطقة عمله تحتوي على العديد من مزارع الدجاج التي تحتاج يوميا لعدد كبير من كراتين البيض. وعن ذلك يقول العمور: بدأت في مشروع إعادة تدوير النفايات الورقية في عام 2019 ومستمر فيها حتى اليوم، وباتت تقدر قيمته الآن $50,000. وأضاف أن عملية التدوير يوميا تصل من 300 إلى 400 كيلوغرام من النفايات الورقية، تنتج ما يقدر ب 3000 كرتونة يجري توريدها لمزارع البيض في غزة. ويحصل العمور على النفايات الورقية من وزارات ومؤسسات عديدة في قطاع غزة، أهمها وزارة التربية والتعليم. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
جت قطر لتحط البيض لكاس العالم. كان الكولينج او الحراره هي جزء من التشالنج او التحدي، واحنا حولنا هذا التحدي لاوبورتيونيتي او فرصه بان احنا نقول للعالم ان احنا هنعطيكم لاول مره اماكن مفتوحه بحيث انها تضمن درجات الحراره للاعبين وللمتفرجين. وكان اول نجاح لنا في افتتاح استاد خليفه الدولي، واستاد خليفه الدولي في 2019 لعبوا في بطوله كاس العالم لالعاب القوى، وكنا نسأل اللاعبين، كانت أنجح دورة في بطولة كأس العالم لألعاب القوى 2019 في استاد خليفة، وكنا نسأل اللاعبين يعني لماذا اللاعب يأخذ his personal best، أفضل أرقام شخصية للاعب وأفضل دورة كسرت بها أرقام عالمية. فلما كنا نسأل اللاعبين يقول لك يا أخي لأنه أنا ما بحس أنه أنا لو دفعت نفسي ممكن يصير عندي إصابة حرارية، لا أنا حاسس أنه أنا competing يعني بعمل المباراة مالتي outdoor بس كأنه أنا في environment كأنها indoor. تقنيا نحن بندفع كمية قليلة من الهواء بحيث أن احنا نكون فقاعة، هذه الفقاعة يعيش فيها اللاعبين ويعيش فيها العشب ويعيش فيها المتفرجين، وهذه الفقاعة بنفصلها من الفقاعة الخارجية للهواء الخارجي المحيطة بالاستاد، ونعمل على تغذيتها وتنقية الهواء اللي فيها من الغبار والأتربة، وفي نفس الوقت بناخذ منها الرطوبة اللي طلعت من الناس والحرارة اللي طلعت من الناس والأجهزة الأخرى الكهربائية كالإضاءة وغيرها، وندفعها مرة أخرى للناس. صعوبة ان انت مكان مفتوح وتبرد هالمكان المفتوح باقل كلفة الطاقة، وفي نفس الوقت انه ان انت يعني يكون المكان مفتوح وان انت تفصل الفقاعة الداخلية من الفقاعة الخارجية. وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد، نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.